الثلاسيميا هو فقر دم وراثي ومزمن يصيب الأطفال في مراحل مبكرة من عمرهم نتيجة لتلقيهم موروثين مقتلين أحدهما من الأب والآخر من الأم. ينتج هذا المرض عن خلل الجينات يسبب فقر الدم المزمن، وهو مرض قد يسبب الوفاة عند المصابين، فهو يؤثر في صنع الدم فتكون مادة الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء غير قادرة على القيام بوظيفتها ما يسبب المرض. يتكون الهيموغلوبين من 4 سلاسل جينية، 2 من الأب و2 من الأم، وعند حدوث خلل أو قصور في هذه السلسلة ينتج ما يسمى الثلاسيميا. يتم تشخيصه عن طريق الفحص المختبري الخاص والمعروف بالترحيل الكهربائي. يظهر تحليل الدم للمصاب بالثلاسيميا كريات الدم الحمراء صغيرة ومشوهة، ويصاب الإنسان بتضخم في الطحال وتشوه في العظام بسبب زيادة نشاطها لتعويض الخلايا الحمراء التالفة. يحتاج المصاب إلى نقل الدم لرفع مستويات كريات الدم الحمراء في الدم وتجنب فقر الدم، ويكون ذلك بشكل دوري. أعطاء المصاب حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كريات الدم الحمراء. قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالثلاسيميا إلى التخلص من كمية الحديد الزائدة والمتراكمة بسبب تكسر الخلايا الحمراء المستمرة. من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالثلاسيميا هو زواج الأقارب والإنجاب في سن متأخرة في بعض الأحيان. الالتزام بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يساعد على الحد من انتقال أمراض الدم الوراثية بين الأجيال.